تقريبا ما يزيد على 11 ساعة. ونحن اليوم كدفاع المطالبين بحق المدني كنا ندافع عن قضية الشهيد أيت الجيد. المحكمة بداية استمعت للمتهم في إطار التحقيق العلني في الجلسة. المتهم كعادته مارس حقه في الكذب، نفى جملة وتف... ما نقولوش نفى، أنكر جملة وتفصيل الوقائع الدامغة ديال ارتكاب جريمة قتل العمد عن سبق إسراء وترصد. والمحكمة واجهته لما أنكر ارتكابه الجريمة، واجهته بمحضر الشرطة القضائية ديال المعاينة، لأن ضابط الشرطة القضائية اللي وصل لمسرح الحادثة أكد أنه عاين المتهم بالقتل حامي الدين في مسرح الحادث. وكتعلموا جميعا كيعلم المواطن أن محضر الشرطة القضائية ديال المعاينة لا يطعن فيه إلا بالزور، ولم يكن هناك أي مطعن. أيضا المحكمة سمعت للشهيد الذي كانت شهادته واضحة وجازمة في أنه عاين المتهم بالقتل حامي الدين إلى جانب باقي المتهمين، وهم يقومون بالاعتداء الهمجي بالسلاسل بالهروات، ونزلوا عليه واحد الطوار في الوقت اللي كان المتهم بالقتل حامي الدين يضع رجله على عنق الضحية، فتم رمي ذاك التروطوار الثقيل على رأسه فأرده قتيلا. الشهيد ذكر جميع الوقائع، بل قال أن هذه الفصائل الطلابية المحسوبة على تيار الإسلام السياسي ارتكبت جريمة الاغتيال عن سبق إصرار وترصد، وأنهم اختلفوا لما قاموا بالاعتداء على المتهم على الضحية عفوا، اختلفوا حول من سيفوز بالجنة، من سيقتل سيذبح هل الشهيد. وبالتالي الحمد لله الشرطة حضرات المسرح الحادث وكان سبب في أن الشاهد اليوم كيأدي الشهادة ديالو، لأن لو كانت تأخرت الشرطة غير بعد قليل كان يكون حتى الشاهد اليوم، لأن هذه القضية كنسميها أنا قضية شهيد وشاهد. الشهيد انتقل إلى رحمة الله، والشهيد عاين الوقائع الجرمية وحكى بالتفصيل، والمحكمة أعطتنا الحق. وفرتنا جميع المحكمة اليوم يجب الاعتراف أنه وفرتنا جميع أجواء المحاكمة العادلة، جميع حقوق الدفاع، تمكن دفاع المتهم ودفاع الشهيد من إبداء جميع الدفوع والملتمسات. وجهنا المتهم كما قلت لكم اللي مارس حقه بالكذب مجموعة من الوقائع الدامغة بشهادة الشهيد بمجموعة من التصريحات اللي كتأكد ارتكابه الجرم المشهود. وهذه قضية ديال الاغتيال السياسي كنعتبرها قضية عدم الإفلات من العقاب، وحنا كنناضلوا في هذا الملف حتى لا تصفى أي إشكاليات مستقبلية بالقتل. حنا كنناديو بالحوار، كنناديو بالتسامح، بإنشاء واحد المجتمع متسامح متضامن، المكان فيه الرأي والرأي الآخر وليس مكان للقتل. سيدي محمد، بغينا نسولك الملتمس اللي قدمت به الدفاع ديال المتهم، كيف كتشوفوا انتم؟ الدفاع ديال المتهم تقدم بملتمس غريب يرمي إلى أن الشهيد تناقض في شهادته. ونقول لكم بصريح العبارة، لا المحكمة لا النيابة العامة لا الدفاع ديالنا ديال المطالب بحق مدني لم يلحظ أي تناقض، بالعكس من ذلك كانت الشهادة واضحة جاسمة مفصلة في أن المتهم ارتكب هذه الجريمة عن قصد إصرار وترصد، والتمسنا المحكمة ماشي عدم قبول الدفع، اعتبرنا المحكمة أن هذا دفع واهي وغير جدي ولا يجوز الالتفات إليه، والمحكمة قررت صرف النظر عنه واعتبرت على أن الشهادة كانت شهادة واضحة وجازمة ولا يشوبها أي شك وارتياب. المحكمة أخرت الجلسة ل 20 سعود لبدء المرافعات، وغنبداو بمرافعات الدفاع ديالنا، وايضا دفاع مرافعات النيابه العامه اللي كنشيدوا بالنيابه العامه باعتبارها ممثله المجتمع، اللي كانت المرافعه ديالها اليوم واسئلتها دقيقه جدا. وكنشيدوا ايضا باجواء المحاكمه العادله اللي خرجوا الجميع راضي على اطوارها بكل حرفيه وبكل نزاهه. وكنشكروا المحكمه على الدور ديالها في تحقيق المحاكمه العادله والنزيهه والمستقله.